السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي محاضرتنا الثانية في السبتيري. زي ما قلت لكم المرة الماضية إذا بتتذكروا إنه نحكي set theory، ما بنحكي set theory، هاي الأس زايدة. نظرية المجموعات مهمة كثيرة إلي وإلها تطبيقات كثيرة في علم الحاسوب، إلها تطبيقات في أغلب أنواع العلوم مش بس بعلم علم الحاسوب. إحنا اللي بهمنا الآن علم الحاسوب إن شاء الله. نتذكر مع بعض شو عرفنا الست. الست هي عبارة عن مجموعة من الأشياء المجردة، عادة بنجمع ضمن ست أشياء بتشترك بصفة أو صفات معينة. تمام؟ أوكي، حكينا كيف مثلا بنعرف ست. المرة الماضية في طريقتين لتعريف الست، explicit أو إيش implicit way. كيف بدنا نعرف ست explicit أو implicit؟ يعني لو حكينا عن ست اسمها إيه، فيها الأرقام التالية: 1 2 3 4 5. هاي الطريقة explicit. حكينا عن العناصر الموجود ضمن المجموعة بشكل صريح. لو بدنا نحكي عنها implicit بدنا نستخدم البريديكت فانكشن، مبدأ البريديكت فانكشن. بنحكي A، أي عنصر عندي X موجود في A بنطبق عليه مثلا انه ايش، انه يقع بين الواحد والخمسة، انه اي عنصر لازم ينتمي للمجموعة هاي 1 5، مغلقة عند الواحد ومغلقة عند الخمسة. اوكي، بامكاني مثلا اضيف اخر شرط ان اكس belongs to z. الإكس تقع بالفترة 1 لـ5 وإكس إيش عدد صحيح موجب. هاي طريقة تعريف الإيه الأولى بنسميها explicit، explicit definition. الثاني هاي باستخدام البريديكت فانكشن بنسميها implicit إيش definition. نذكر مع بعض شو ميزة الست. لاحظوا الست لا يجوز تكرار العناصر فيها، كيف؟ وترتيب العناصر مش مهم، يعني اللي حكيت 1 2 3 نفس ما تحكي 3 1 2 أو 1 3 2. ترتيب العناصر مش مقبول عندنا ضمن الست. تمام، العناصر ضمن الست لا تكرر. حكينا عن الرمز belongs to، هذا رمز belongs to. حكينا عن الرمز does not belong to، يعني لو قلت لك x، x is a prime number، احنا بنعرف شو هي البرايم نمبر. تمام، الرقم اللي بيقسم على نفسه كي وعلى واحد هذا بنسميه برايم نمبر، عدد اولي. اذا كانت اي عباره عن مجموعه البرايم نمبر، الاثنين برايم نمبر هو العدد الزوجي الوحيد اللي هو برايم، اثنين ثلاث برايم نمبر، الخمس برايم نمبر. لو اجي اقول لك الواحد او الاربعه او السته بتقول لي هذول ايش، دو نوت بيلونج تو، do not belong to. 1 does not belong to A. 4 does not belong to A. 6 does not belong to A. لأنها مش عدد أولي يا شباب. تمام؟ حكينا عن علاقة إيش؟ subset. subset بتكون علاقة بين مجموعتين، يعني لما أقول لك A subset of B، جينا قلنا لك هذا معناها إنه بالنسبة لكل العناصر الموجودة في A، إذا X تنتمي لا إيه، هذا معناها إنها موجودة وين؟ موجودة في بي. هذا اللي حكيناه المرة الماضية إذا بتتذكروا. تمام؟ تمام إن شاء الله. كيف؟ طيب إيش لما أقول لك، إيش يعني لما أقول لك إيه does not belong، طريقة هاي لبي، هذا معناه أو يكافئ. هون بيستخدم طريقة المكافأة بالطريقة هاي، يساوي فوقها مثلث. يكافئ إيش؟ إنه عندنا على الأقل عنصر، يعني there exists at least X، بحيث إنه X بينتمي لل A and does not belong لمين؟ للبي.
A subset of B معناها انه كل العناصر في A موجودة ايش؟ موجودة في B. يعني نتخيلها مثال مع بعض، يعني لو حكينا واحد واثنين، هاي نقدر نحكي هاي subset من مين؟ من الواحد والاثنين والثلاثة. تمام؟ هاي subset صحيحة. طب لو علاقة subset غير صحيحة، يعني does not أو is not a subset، يعني لو جينا قلنا لك هسا الواحد والاثنين والأربعة اوكي عبارة عن subset من واحد واثنين وثلاثة، اللي على ايدنا الشمال هو A، اللي على ايدنا اليمين اللي هو B. هسا باجي بقول لك الواحد اثنين أربعة هي subset من واحد اثنين وثلاثة، طلعوا هنا الأربعة، ها الأربعة عنصر موجود في الأولى في A ومش موجود في B. إذا هون شو بنيجي بنحكي؟ هاي مش علاقة subset، هاي علاقة ايش؟ is not a subset، لأنه مش كل العناصر اللي في A موجودة ايش؟ في B. تمام؟ الـ empty set حكينا عنها يا شباب، المجموعة الفاضية بطريقة هاي. المجموعة الفاضية يعني الكاردينال تاعيتها عدد العناصر اللي جواها ايش يساوي؟ صفر. المجموعة الفارغة بنرمز لها بالرمز ايش كمان؟ باي. باي هذا بكافئ ايش؟ المجموعة الفارغة. عدد العناصر الموجودة باي، يعني عدد العناصر الموجودة في المجموعة الفارغة يساوي صفر. احنا بس بنتذكر بعض الأمور اللي أخذناها المرة الماضية. هسا لما أجي أقول لك A does not belong to B. A does not belong to B. قبلها لازم أحكي لك A أو مش A does not belong. A does not equal B. قبلها لازم أقول لك الـ A equal B. هاي الـ A equal B إيش معناها؟ تمام؟ A equal B هاي شو معناها؟ هاي معناها إنه كل العناصر كالتالي، إذا X تنتمي ل A هذا implies، طلعوا بدأ بالـ implies أول شيء، implies إنه الـ X تنتمي للـ B، وإذا الـ X بتنتمي للـ B هذا برضو implies إنها بتنتمي للـ A. يعني نفس العناصر الموجود ب A موجود ب B، نفس اللي ب B موجود في A، فاستخدمت انا ال if and only if. تمام؟ A does not equal B، هاي كيف بعبر عنها؟ طبعا بدخل نقطة على العبارة هاي، بتصير معناها كالتالي. ها there exists an element، هذا ال element طلعوا يا بينتمي ل A ومش موجود في B، أو إنه بينتمي ل B ومش موجود في A. يعني يا بتلاقي عنصر موجود ايش في A ومش موجود في B، او عنصر موجود في B ومش موجود في A، فبكونوا ايش؟ unequal. unequal تمام؟ نذكر مثال عليها بس، يعني A واحد اثنين ثلاثة وB واحد واثنين وثلاثة، هذول ليش إيكوال؟ ليش إيكوال؟ لأنه كل X موجود في A موجود في B، الواحد موجود في B، اثنين موجود في B، ثلاثة موجود في B، واحد موجود في A، اثنين موجود في A، ثلاثة موجود في A، إذا العلاقة إيش؟ if and only if. إذا X موجود عندي في A، ها X belongs to A، الـ X برضو إيش؟ belongs to B. تمام؟ هاي علاقة الـ equality. تمام. طب علاقة الـ does not equal لو سوينا تعديل بسيط على الـ array B أو على آسف الـ set B، جينا ضفنا عنصر أربعة هنا، نيجي بنحكي الواحد الواحد في A موجود في B، الاثنين في A موجودة في B، الثلاثة في A موجودة في B. تمام،
برضو لازم تنطبق العلاقة بالعكس تبادلية، يعني العلاقة من جهتين if and only if. واحد تمام، اثنين تمام بالنسبة لبي، ثلاثة موجود في بي موجود في A، الأربعة إذا ما دام there exist element موجود في بي مش موجود في ايش في A، معناها إنه ايش إنه هاي ايش إن هذول المجموعتين A وB لا يساوي بعض، A وB لا يساوي بعض، لأن لقينا A ها لقينا A ما بتنتمي لمين، أو لقينا عنصر آسف X لا ينتمي لإيش لإيه، لقينا X لا ينتمي لإيه، وهذا الـ X في نفس الوقت كان ينتمي لمين لبي، تمام؟ حكينا عن الإشارة الكاردينالية شباب، كاردينالية في S يعني عدد العناصر في S، يعني زي هون الـ S فيها عنصرين، قلت لك شو الكاردينال تاعيتها بتقول لي اثنين، طلع هنا في عنا عناصر منتهية وغير منتهية، بوزيتيف انتجر مجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة، هاي مجموعة غير منتهية ما بقدر أحدد الكاردينال تاعيتها، ما بقدر أعطي الكاردينال تاعيتها، يعني بالنسبة هاي المجموعة الأس هنا ما بقدر أعطيها كنمبر. هسا الأس هنا المجموعة ست أوف برايم نمبر برضو هاي انفاينايت، مجموعة غير منتهية ما بقدر أحدد عدد العناصر فيها. بقول لك ده ست أوف إيفن نمبر، ست أوف إيفن إيفن برايم نمبر، إيفن برايم نمبر العدد الزوجي البرايم الوحيد اللي هو الاثنين، هسا الاثنين هو العدد الوحيد اللي زوجي ها وبرايم، إذا عدد العناصر في المجموعة هاي الأخيرة قديش؟ واحد بكون عندي، تمام؟ لو قلت لك المجموعة الخالية شو عدد العناصر اللي فيها؟ قول لي عدد العناصر فيها ايش؟ صفر، تمام؟ لو جينا اخذنا مثال اخر، اخر مثال بدنا نحكي عنه بالنسبة للأعداد هون، لو جيت قلت لك A بتساوي واحد وثلاثة وأربعة، شو عدد العناصر اللي في A؟ شو بتقول لي ثلاثة، تمام؟ هسا بالنسبة للباور سيت، the power set of a given set S is the set of all subsets of S. هسا حكينا عنها المرة الماضية بس ما طرقنا الإثباتات ها، تمام؟ هسا الباور سيت لمجموعة معينة، افرض كان اسم المجموعة S يكتب كالتالي B فتح قوس وسكر قوس B of S يعني the power set of S، ها شو بكون فيها؟ هاي طلعوا دائما أي مجموعة جزء لا يتجزأ منها الفاي والمجموعة كاملة، يعني الأس هنا الأس ها الفاي إيش معنى الفاي؟ الفاي عبارة عن subset من S وهسا بثبتها، والأس عبارة عن subset من إيش؟ من S. بالباور سيت خلينا قبل ما نثبت نحكي شو الباور سيت بشكل عام، الباور سيت هي كل المجموعات الممكن تشكيلها من المجموعة الأصلية، يعني الأس فيها واحد واثنين وثلاثة، شو المجموعات اللي بإمكاني أشكلها؟ مجموعات فيها عنصر واحد، عنصرين، ثلاث عناصر، يعني كل عناصر المجموعة إضافة إيش للفاي، تمام؟ كيف بدنا نثبت لكم إياها؟ إذا قلت لك فاي سبست من أس اثبت لي إياها، يعني على السريع لو كان عندنا عنصر X، هذا الـ X حكينا إيش ينتمي لمين؟ للفاي، تمام؟ هذا إيش ها هذا implies إنه الـ X ينتمي إيش للأس، أصلا العنصر اللي بنحكي عنه النظري هذا العنصر بده ينتمي للأس، ماشي؟ بس هل ينتمي لمين للفاي؟ الفاي احنا بنعرف انها مجموعة فاضية ما فيها عناصر، اذا صارت العبارة كالتالي false true او false وانه العنصر الاكس هذا اصلا ما بينتمي لاس يعني معقول، ففالس implies true شوف الجواب عندي true، false implies false برضو الجواب عندي false، عشان هيك بحكي انه المجموعة الخالية جزء من مين؟
جزء من ايش؟ اي مجموعه. تمام؟ عشان العلاقه فولس امبلايز ترو والفولس امبلايز فولس. تمام؟ هي النقطه الاولى. طيب النقطه الثانيه عندي كيف المجموعة سبست من نفسها؟ تمام؟ نفس المبدأ، يعني لو أخذنا عنصر X، هذا الـ X belongs to H to S. بالتالي عشان أحقق علاقة سبست إنه العنصر هذا بده يكون إيش؟ سبست برضه. من S. طبعاً هذا منطقي. طب إذا الـ X بينتمي للـ S يعني ترو، طبعا لازم يكون ينتمي لهاي، فترو امبلايز ترو ترو. اذا العنصر ما بينتمي يعني فولس، اذا ما بينتمي لهاي بدوش ينتمي لهاي كمان، صح؟ ففولس مع فولس، فولس امبلايز فولس ترو، ترو امبلايز ترو ترو. اتذكروا بالامبلايز متى بتكون عندي العلاقه خطا؟ اذا كان عندي ترو امبلايز فولس، وهاي ما صارت معنا نهائيا. تمام؟ ترو امبلايز ايش؟ فولس. في أي سؤال من أي حدا يا شباب؟ بس نشوف كيف كونناهم، خليني أمحي هذا كله. كيف بنكون إيش باور سيت؟ في أي تساؤل، أي سؤال، أي إشي؟ هسه الـ باور سيت أوف أس، إذا أس فيها 1 2 3، أول عندي عنصر بالباور سيت هي المجموعة الخالية. بعدين بكون مجموعات مكونة من عنصر واحد. بعدين بكون المجموعات المكونة من عنصرين. مع عدم التكرار. يعني إذا حكيت 1 2 ما تجي تقول لي في مجموعة ثانية فيها 2 1. تمام؟ حكينا 2 3 ما تقول لي 3 2 كمان، لا يجوز التكرار ضمن المجموعة نفسها. بعدين المجموعة المكونة من 3 عناصر هي المجموعة النهائية اللي فيها كل العناصر. لاحظوا هاي الاس عندي هون وهاي هي الفاي. الفاي والاس، الاس هي المجموعه الاصليه جزء من اي باور سيت. طب لو جيت قلت لك شو الكاردناليتي للباور اوف اس؟ شو عدد العناصر اللي موجوده في الباور اوف اس؟ عباره عن 2 قوه ايش؟ ان. حيث ان الان هي نمبر اوف اليمنت. سنظر إلى متى عندي 3، 2 قوة 3 شو بتساوي؟ 8. تمام؟ 2 قوة 3 بتساوي ايش؟ 8. اوكي؟ لو كانت الأس مثلا فيها مثلا 4 عناصر حتكون 2 قوة 4 16 وهكذا. أي سؤال قبل ما أبدأ أشرح هسه على الفين دياجرام؟ طيب الفين دياجرام هاي اشكال استخدمها العالم النوساوي كما اذكر النوساوي جون فين. تمام؟ هاي الفين دياجرام بنسويها عشان نعطي صوره بصريه عن العلاقات الممكنه بين مجموعه من ايش؟ من الست. يعني طلعوا هاي هون عندي دائرتين، كل دائره بتمثل ست. تمام؟ كل دائره ايش؟ بتمثل ست. في علاقات بناء على الحكي هذا. في علاقة عندي اسمها يونيون، في علاقة عندي اسمها ايش؟ انترسكشن، بدي احكي عنهم انا وياك الان. تمام؟ يونيون اوف سيتس از ا سيت اوف ذوز اليمنت ذات ار ايذر ان اي اور بي اور ان بوث. لما اقول لك هسه يونيون يعني وحد لي مجموعتين مع بعض، هذا معناها انه في الاتحاد بدي اجيب العناصر المميزه الموجوده في بي والعناصر المميزة الموجودة في A، ومع ذكر العناصر المشتركة مرة واحدة. تعرف لأنه بالمجموعة لا يجوز التكرار. فاليونيون بيشمل لي A و B مع ذكر العناصر المشتركة أكمل مرة؟ مرة واحدة. أنا هسا ليش الدائرتين سويت لهم overlapping تقاطع بيناتهم؟ عشان أقول لك إنه في عناصر موجودة B مميزة، وعناصر موجودة في A مميزة، وعناصر مشتركة. المشتركة هاي هي الاوفرلابنج الانترسكشن. فأنا بالاتحاد بحط العناصر المميزة في كل منهما
والعناصر المشتركة تذكر مرة واحدة. يعني لو جينا على المثال هذا، لو حكينا الـ A مجموعة فيها 1 و2 و3 و4 والـ B فيها 1 و2 و5 و6. هسه بدي اسالك عن اول عمليه، الـ A اتحاد B. لما اقول لك A اتحاد B، شو بتيجي بتجيب لي؟ طبعا انتم عارفين عمليه اتحاد، بس للتذكير بنجيب طلع كل العناصر الموجوده في A مثلا 1 و2 و3 و4. هسا لما نجيب العناصر اللي بي، العناصر المشتركه ما بنكررها، يعني الواحد والاثنين ذكرت ما برضو نكررها. نذكر العناصر المميزه عندي في بي اللي هي 5 و6. هاي عمليه اليونيون. هاي عمليه ايش اليونيون؟ العناصر A وبي بوحدهم بمجموعه واحده مع ذكر العناصر المشتركه مره واحده، يعني بذكر اليونيك في بي واليونيك في A والعناصر المشتركه تذكر مره واحده، هاي هي عمليه الاتحاد. هسا في عملية اسمها ايش؟ انترسكشن. او قبل عملية الانترسكشن بدي اشرح لكم اياها كبريدكت فانكشن. طلع هون بقول لي A اتحاد B، معناها انه اي عنصر بمجموعة الاتحاد لازم ينتمي ل A ولازم ينتمي ل B في نفس، او ينتمي ل B، اسف، ينتمي ل A او ينتمي ل B. فالعنصر اللي بالاتحاد، عناصر الاتحاد طلعوا هنا يا بتنتمي ل A يا بتنتمي ل B، تمام؟ اوكي؟ هسه 1 و2 بنتبه لكل المجموعتين، تمام؟ الثلاثة بتنتمي لإيه؟ ضمن الاتحاد. الأربعة بتنتمي لإيه؟ ضمن الاتحاد، رغم إنها مش موجودة في بي. الخمسة والستة موجودات في بي ومش موجودات في إيه. فعشان هيك بقول لك في الاتحاد، ركز معي، إيه اتحاد بي؟ لو أكتبها بجوز أحسن حتى كمان. إيه؟ اتحاد B. شو بتساوي هاي؟ اي عنصر X، تمام؟ هذا الـ X شو ماله؟ طلع بكتب لكم اياها على سطرين. X تنتمي لـ A، او انه الـ X تنتمي لايش؟ لـ B. وهي تسكيبة المجموعة. اي عنصر X يا بنتمي لـ A أو بنتمي لـ B عشان يدخل مجموعة الاتحاد، تمام؟ هاي هي الـ predicate function اللي عندي، أو الـ explicit، مش الـ explicit، الـ implicit definition تاع اليوم، تمام؟ هسا في عندي علاقة التقاطع، طلعوا B و A مجموعتين في overlap بيناتهم، اللي هو هاي المنطقة، هاي بنسميها A تقاطع B، العناصر المشتركة في كل من المجموعتين، تمام؟ كبريدكت فانكشن باجي بحكي عن ايه تقاطع بي، انه اي عنصر ضمن العلاقه هاي بنتمي لاي وكمان بنتمي لبي. هسه لما نصيغ التقاطع قبل ما ناخذ عليه مثال عملي، ايه تقاطع بي معناها كالتالي، ايه تقاطع بي معناها انه العنصر اكس بنتمي لاي ومش اور. هسه بحط بالانترسكشن شو بحط؟ بحط اند. X بنتمي لA and X بنتمي لمين؟ لB. واضحة النقطة هاي؟ فخلينا نشوف. هسا شفنا الاتحاد، هسا أنا بدي أشوف التقاطع. A تقاطع B شو بتساوي يا ترى؟ هسا الواحد موجود في كلا منهما، فبحطه علاقة التقاطع، لأنه لازم الـ X تنتمي لA وB. الاثنين موجود في كلاهما. الثلاثة مش موجودة في كلاهما، الأربعة مش موجودة في كلاهما، تمام؟ خلص يكفي إنك تقارن من جهة واحدة، لأنك لو جيت على البي نفس الشيء، حيطلع عندك الواحد موجود، اثنين موجود، والخمسة والستة إيش؟ مش موجودات في إيه. فانتهينا على التقاطع عندنا بس إيش؟ بتمثل الواحد والاثنين، تمام؟ أوكي؟
هسا بدنا نحكي عن الديسجوينت سيت. متى بنحكي عن تو سيتس انهم ديسجوينت؟ بنحكي عن تو سيتس انهم ديسجوينت اف ان اونلي اف اي تقاطع بي ايش باي. نفهمها على السريع، اعطيكم مثال عملي عليها على الاي والبي. هسا عندي مجموعه الاسود ومجموعه الفيشز، مجموعه الاسود والاسماك. في إشي سمك ولايون في نفس الوقت؟ لا، فتقاطع بيناتهم ايش؟ فاي. هذول المجموعتين ديسجوينت. بقول لك لما يكون عندي عدد العناصر في A تقاطع B يساوي ايش؟ صفر، بحكم على المجموعه انها ايش؟ ديسجوينت، او بحكم على على المجموعتين انهم ديسجوينت الA والB، او A تقاطع B فاي. يعني عشان نشوفها، لو حكينا A عندي كالتالي، الـ A فيها 1 و 2 بس، الـ B فيها 3 و 4، تمام. لو حكينا هسه A تقاطع B، التقاطع بيناتهم مجموعة خالية، أو كان بإمكاني أكتب بدلها الباي هيك بطريقة هاي. يعني عدد العناصر في A تقاطع B، عدد العناصر عندي يساوي صفر، المجموعة الخالية عدد العناصر فيها تساوي إيش؟ صفر، تمام. هذا هو مفهوم الديسجوينت. أي سؤال لحد الآن يا شباب؟ بنكمل. The cardinality of union، عدد العناصر ضمن اتحاد. يعني لما اقول لك شو عدد العناصر ضمن اتحاد مجموعتين A و B، عدد العناصر عبارة عن ايش؟ عدد العناصر في A زائد عدد العناصر في B ناقص تقاطعهم. وهذا الحكي منطقي، لان العناصر المشتركة كم من مرة بنذكرهم؟ ايش؟ مرة واحدة. يعني لو كانت عندي هيك A وكانت عندي هيك B، هي A وهي B، فلما انا بدي اعد بعد العناصر ايش المميز الموجوده في B والعناصر المميز الموجوده في A مع ذكر العناصر ايش المشتركه مره واحده مع عددهم، يعني مع عددهم مره واحده، فبصير المعادله اجمع لي عدد العناصر A و B، فساعتها العناصر المشتركه حيدهم اكمل مره انا مرتين. لما تحذف تقاطعهم بتكون انت عاد العناصر المشتركه مره واحده فقط. يعني لو ال A فيها 1 2 3 والبي، خلينا نوضح الثلاثة، البي برضو فيها 1 و2 لكن في عندي فيها كمان 4 و5. بس لما اجي اقول لك A اتحاد B، ها A اتحاد B، ما سالت عن كاردينالتي لحد الان، تيجي بتقول لي الواحد والاثنين والثلاثه هاي العناصر الموجوده في A. لما تيجي تذكر لي العناصر في B الواحد والاثنين ما بتذكرهم لانك اوريدي ذكرتهم، تذكر بس الاربعه والخمسه. عشان هيك لو جيت سالتك شو الكاردينالتي ل A اتحاد B، كيف بتقول لي الكاردينالتي ل A اتحاد B 5؟ شو اللي سويته فعليا انت؟ عدد العناصر في A 3، عدد العناصر في B قديش عندنا؟ 4. طب شو عدد العناصر المشتركه بيناتهم؟ 2. 3 زائد 4 7 ناقص 2 يساوي 5، تمام. في اي سؤال لحد الان يا شباب؟ طيب لما اقول لك A and B، لما اقول لك شو الديفرنس بين A و B، difference of A and B، يعني العناصر الموجوده في ايش في A
ومش موجودة في B، يعني الـ complement of B with respect to A، يعني العناصر اللي مش موجودة في B وموجودة في A. تمام؟ أوكي، هاي خلينا نأخذ عليها مثال. لو A عندنا كالتالي 1 و2 و3، خلي كمان 4 عندي هون، والبي عندي فيها 1 و2 و5 و6. لو جيت قلت لك A ناقص B، شو جوابها؟ A ناقص B معناها العناصر الموجودة في A مش موجودة في B. طلع ديفينيشن تاعها، أي عنصر موجود في A and مش موجود في B. طب شو العناصر الموجودة في A ومش موجودة في B؟ طلعوا الواحد والاثنين موجودات في A وفي B، الثلاثة والأربعة موجودات في A ومش موجودات في B. أنا هذا اللي بهمني، الثلاثة هون والأربعة، الثلاثة والأربعة هي الفرق بين A وB، الثلاثة والأربعة هن الموجودات في A ومش موجودات في B. طب لما أجي أقول لك الB ناقص A، هذا معناها إني بدي العناصر الموجودة في B مش موجودة في A. طلع هنا الواحد والاثنين موجودات في B وموجودات في A. طب الخمسة والستة، خمسة والستة هذول موجودات في B مش موجودات في A. تمام؟ أي سؤال؟ طيب مثال آخر بدي أمحي الB، نخلي الـA بس لحالها. لو جيت سألتك سؤال هيك على السريع، خليه على جنب هنا، A ناقص A، منطقيا A ناقص A ايش هو؟ المجموعة ايش؟ الفاضي. شو العناصر الموجودات في A مش موجودات في A؟ فاضي. تمام؟ اوكي؟ قال عناصر موجودة في A ومش موجودة في A. طيب لو جيت قلت لك تخيل A 1 2 3 4 زي ما حكينا، والانفيرس اوف ذيس كورس عندي المجموعة الكلية، المجموعة الكلية عندي الزد بلس، مجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة. فلو جيت قلت لك شو الـ شو الـ U ناقص A؟ شو الـ U ناقص A؟ يعني شو الزد بلس بدون الـ A؟ يعني شو العناصر العناصر الصحيحة اللي لم تذكر في إيش في A؟ ها؟ تيجي بتقول لي X أي عنصر، بحيث إنه الـ X إيش ماله؟ أكبر من الأربعة. تمام؟ وما ننسى and إنه إيش؟ الـ X شو ماله؟ belong to Z plus. يعني لازم العنصر يكون إيش؟ ها؟ أكبر، دقيقة، أكبر من أربعة مش أكبر من خمسة، أنا آسف. العنصر أكبر من أربعة وشو ماله؟ بينتمي لإيش؟ للأعداد الصحيحة. هاي لما نقول لك اياها بطريقة هاي معناها الـ A complement. لما يجي يقول لك U ناقص A يعني العناصر اللي مش موجودة في A، خلينا نحكي لك اياها، العناصر الموجودة في inverse of this course المجموعة الكبيرة هاي مش موجودة في A، هاي اسمها الـ A complement. هسا هاي الـ A الكومبلمنت تاعها المنطقة ايش؟ الملونة هاي برا، الملونة بلون ايش؟ خلينا نحكي زهري. تمام؟ اللي موجودات هون بالنص هاي هن الـ A، اللي برا هن ايش؟ الكومبلمنت. الكارتيزيان برودكت، كارتيزيان برودكت A برودكت اوف B عبارة عن ايش؟ The set of A and B is the set of order pairs AB where A belongs to A capital and B belongs to H B capital.
يعني لو كان عندي مجموعتين زي المثال هذا، عندي مجموعة اسمها إيش؟ A، وعندي مجموعة ثانية اسمها B. الـ A عندي فيها واحد واثنين زي ما هو قايل لي هون، والـ B فيها X Y وزد. الكارتيزيان برودكت هي الأزواج المرتبة، الأزواج المرتبة A في B. يعني لما أقول لك A في B يعني معناها زوج واحد X، الزوج واحد Y، الزوج آسف الزوج واحد Z. بعدين Z بأخذها مع X، وZ بأخذها مع مين؟ مع Y. بعدين الاثنين بأخذها مع Z. أنا قرأتهم غلط، خربطت الدنيا، فبدي أعيد المثال. الأزواج المرتبة كالتالي: واحد مع X، واحد مع Y، واحد مع إيش؟ مع Z. هاي طلعناهم هنا، واحد X، واحد Y، واحد Z. طلعوا الزوج المرتب بحطه بأقواس زي هيك، يعني هون واحد عندي واحد X، تمام، وعندي إيش؟ فاصلة واحد Y، فاصلة عندي واحد زد. فاصلة، تمام. بعدين عندي ايش؟ عندي اثنين مع اكس، اثنين مع واي، واثنين مع زد، تمام. يعني هون عندنا اثنين مع الاكس، وعندنا الاثنين مع الواي، فاصلة، وعندنا الاثنين مع الزد. هيك بنكون خلصنا مجموعة اللي هي A Cartesian Product B. بس لما أقول لك B Cartesian Product A، تنعكس الصورة عندك، والأزواج المرتبة سوف يختلف ترتيبها. عندك حيكون عندك هون X Y وZ، أزواج مرتبة الترتيب فيها مهم يعني. وهون عندي الواحد وهون الاثنين، فلما أجي أخذهم أنا بأخذ الX مع الواحد، الX مع الاثنين، زي ما سويت هون B في A، أخذت الX مع الواحد والX مع الاثنين، بعدين الY مع الواحد، بعدين الY مع الاثنين. هذا اللي سويته هون، واي واحد واي اثنين. هون هاي ازواج مرتبه مهم فيها الترتيب يا شباب. بعدين باخذ الزد مع الواحد، بعدين الزد باخذها مع مين؟ مع الاثنين. خليها تبين هاي الزد، تمام. عدد العناصر عندي هون، طلعوا عندي هون عنصرين اثنين، وهون عندي ثلاث عناصر. فلما اقول لك هسه شو الكارتيزيان برودكت لاي مضروب كارتيزيان برودكت بي، تيجي بتقول لي عدد العناصر في المجموعة الجديدة حيكون 2 ضرب 3 ويساوي ايش؟ 6، ويساوي ايش؟ 6 عناصر، تمام. هاي القاعدة اللي بقول لك اياها هنا، لو عندك كارتيزيان برودكت لمجموعة من المجموعات، يعني العدد من المجموعات، كارتيزيان برودكت او الكاردينالتي للكارتيزيان حيكون عدد العناصر في اي واحد ضرب عدد العناصر في اثنين إلى عدد العناصر مضروبة في AN. أكتفي بهذا المقدار إن شاء الله. المحاضرة الجاي بنكمل إن شاء الله، هنحكي عن البارشن، وجوز أرجع لكم مفهوم الكارتيزيان برودكت شوية هيك. نكتفي من المقدار هذا، وشكرا لكم، ويا ريت لو تحطوا لي أرقامكم الجمعية.